what are you dreaming? وتسرع الى ما يسرك الله فانت اليوم المسؤول عنها بعد والديك وقد تكلمتما بالكثير السمائي والسيئه الروحانيه وحلت عليكما نعمه الله ويمهد العمر الطويل والعيش الطويل ويرسل لك العظمه في الدنيا والاخره. حاضر دي بتعدي كتير قوي قوي، لكن العين
فريش يمكن ان اجي تركيا واتغدى على راس الحرم. لا نت ولا كرنت ولا اصحاب ولا تندق على جنب، حياتنا مفتوحه قدام بعض. بنترجاك مفيش حاجه عن مننا تستخبى عن طرف كده، سببها ونفرد في المعنى. مسؤول عني قدام ربنا، مسؤول عني ربنا يحفظك. لو انا استردتها من ايديا زي الفل اهي، عملت معاها ايه؟ شوتها بتاعت نجيب، ربنا يحفظك على الكلام ده. بس نجيب مسؤول عني بعد ذلك، هيتعب ويشتغل، لان الراجل مسؤول عن مصاريف البيت مش الدور، يساعدني بخت، لكن هو مسؤول هيتعب ويحط في عينيه ويبعد عليك ويقول لك بحبك انت غني عني، هيعمل كل ده. مقابل ايه بقى؟ البشاشه الحمد لله على السلامه يا حبيبي، نورت بيتي حبيبي روحي 30 مره يا حبيبي في اليوم. هو قدام الناس كلها، يعني دي كده ما ينفعش.